إذن مشاهدين، انطلقت اليوم فعالية معرض الشرق الدولي للكتاب في دورته 36 برعاية وحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. وعلى مدار 10 أيام يفتح المعرض إذن أبوابه أمام الزائرين، ويشارك فيه 1650 دار نشر تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، ثلثها عناوين جديدة صدرت العام الحالي. المزيد في سياق تقرير زميل عطاء الدباغ. دورة جديدة من معرض الشارقة الدولي للكتاب انطلقت تحت شعار عالم في كتابي، المعرض الذي أضحى بعد هذه السنوات الطويلة مشروعا ثقافيا متكاملا محوره الأساسي الكتاب، يلتقي فيه كل محب للمعرفة وكل راغب في تبادل الأفكار والاستماع إلى الآراء المختلفة. كلمة صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي بالتيار الظلامي وأهمية دور الثقافة والكتاب، كيف أنهم يقدرون أنهم خلنا نقول يحاربون هذا التفكير الظلامي اللي أثر على عقول للأسف شباب وأيضا الأطفال في نفس الوقت. هذا المعرض ضد أي شيء ظلامي، هذا المعرض ينير العقول بسبب أيضا تفتحه وأيضا أهمية وجود الثقافات المختلفة. نحن في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورة 36، وجوده في هذا المكان أو وجوده قبل 36 دورة كان الهدف الرئيسي منه هو غرس الثقافة في المجتمع والانفتاح على العالم. 1691 دار نشر من 60 دولة تقدم 1.5 مليون عنوان بفعاليات تجاوزت 2600 فعالية، مشاركة 400 ضيف من 48 دولة من دول العالم يقدموا الإبداع الفكري والأدب والتنوع الثقافي. هذه الورش والمحاضرات تقدم كل ما هو جديد، وجود أقدم نسخة معروفة للقرآن الكريم تعرض في معرض الشارقة الدولي للكتاب في جناح ضيف الشرف اللي هي المملكة المتحدة. المعرض الذي يعد الأول عربيا والثالث عالميا يستضيف هذا العام قائمة من كبار الشخصيات الذين يثرون فعاليات المعرض بمؤلفاتهم ورؤاهم وأطروحاتهم الثقافية، إضافة إلى 6 روائيين أمريكيين ممن حازوا العديد من الجوائز وتصدرت كتبهم قائمة الكتب الأكثر مبيعا. طبعا قيمتها كبيرة، أنا سعيدة جدا صراحة وممتنة جدا للقائمين على الجائزة، المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، سعادتي لا توصف، أكيد إنجاز كبير. أنا كنت سعيدة بس في بالترشيح، يعني لما كنت في من ضمن الخمسة الشورت ليستد كنت مبسوطة أيضا. طبعا إحنا في تطبيق لمسة، التطبيق الأول التفاعلي لكتب الأطفال، انبسطنا جدا انه جائزة الاتصالات تدرج هذا النوع من الجائزة لأول مرة اللي هو فئة الكتب التفاعلية للأطفال، والحمد لله توفقنا وأخذنا هذه الجائزة بعد ما اشتغلنا مع أكثر من 10 مليون طفل في هذا المجال. ونظرا للظروف اللي يمرون فيها الأطفال العرب، ويوجد كثير من اللاجئين والأطفال النازحين كل مكان في العالم، فمو بس العالم العربي، فنحن بدورنا كمؤسسة كلمات لتمكين الأطفال نجمع هذه المعلومات ونحاول نعرف أي مركز أو أي مجموعة أطفال محتاجين هذه الكتب ونوصل لها لعندهم. معرض الكتاب أصبح اليوم من بين أبرز الروافد الثقافية والفكرية، وقبلة لكل مبدع يسعى إلى مناهل المعرفة، ولكل مثقف حريص على متابعة مستجدات المشهد الثقافي من مختلف بلدان العالم. القراءة للجميع وفي حب الكلمة المقروءة وعالم في كتابي، كلها شعارات حملها معرض الشارقة الدولي للكتاب، وكلها تؤكد على قيمة المعرفة وتعزز مفهوم القراءة لدى الأجيال الجديدة. عطاء الدباغ لأخبار الآن الشارقة.